Hello everyone, السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب English in 24. قبل البدء لا تنسى أن تضغط على زر سبسكرايب لتتوصل بكل ما هو جديد. اليوم سنشرح من بين أصعب الدروس في اللغة الإنجليزية ألا وهو simple past. كيف سنستعمل simple past؟ simple past يعني أقصد به الماضي، يعني الماضي البسيط البسيط الماضي البسيط. اليوم سنتحدث عن simple past ويعتبر من بين أهم الدروس. إذا كنت أول مرة تتابعني أرجوك، وضعت لكم رابط تيك توك على في صندوق الوصف لمن يريد أن يلتحق بحسابي على تيك توك. يتابعوني الآلاف في تيك توك. لمن يريد أن يلتحق دائما أضع البث في الساعة 9:30 بتوقيت المغرب. أشرح الدروس بطريقة بسيطة الحمد لله الكل، ووضعنا تحدي 3 أشهر. أنت أيضا يمكن أن تضع يعني تحدي 3 أشهر لتعلم اللغة الإنجليزية. 3 أشهر على الأقل نكون قادرين على أن نسأل ونجيب. الحمد لله وضعنا هذا التحدي في تيك توك، وسنضع ذلك التحدي أيضا في حسابي على في قناتي على اليوتيوب. سنرى ماذا نقصد بسيمبل باست. سهل جدا، لاحظ، سأعطيك فعل وسأعطيك الفعل يعني في الحاضر وفي الماضي، وبعدها سوف نرى من خلال الأمثلة ستكون الأمور بسيطة جدا. سأعطيك فعل مثلا we have the verb work. ماذا أقصد بفعل work؟ work يعني يعمل، نقصد يعمل. في الماضي ماذا يصبح؟ يصبح work. سأعطيك مجموعة من الأفعال في الماضي ومن خلال الأمثلة سوف نرى. تابع حتى الأخير ستفهم الدرس وسيعتبر يعني بسيط، وسنرى كيف تسأل وكيف تجيب يعني في الماضي. مثلا لدينا فعل play، يلعب. في الماضي يصبح played. أوكي، played. فعل يلعب. لاحظ، سوف أشرحه بطريقة بسيطة جدا، الكل سيفهم إن شاء الله. ماذا لدينا؟ سأعطيك فعل آخر، مثلا verb cook. cook يعني يطبخ أو يطبخ. أوكي، يطبخ. في الماضي ماذا يصبح؟ cooked. وسوف نرى إن شاء الله في فيديو آخر سوف نرى لماذا هنا يعني الفعل work يعني إيدي هنا في الماضي أصبحت worked، لا يمكن أن نقول worked. مثلا هنا played دي، يعني هنا لاحظ إيدي تنطق تي، وهنا played إيدي تنطق دي played، وهنا cooked يعني إيدي تنطق تي. مثلا هنا work in the past work. سنستعمل هذه الأفعال، سأعطيك طريقة بسيطة جدا. أوكي، worked played cooked for example. سأعطيك بعض الأفعال التي هي تعتبر irregular verbs، يعني الأفعال التي لا يمكن أن نضيف لها إيدي في الماضي. مثلا go in the past ماذا أصبحت؟ في in the past we have went في الماضي، يعني فعل ذهب. سأعطيك مجموعة من الأمثلة حتى تفهم أكثر. مثلا لدينا فعل أوكي eat، يعني فعل أكل. في الماضي ate أكلته. لاحظ، إذا أردت أن تستعمل الماضي تستعمل الأفعال في الماضي، ولكن قبل أن تستعمل الأفعال في الماضي يجب أن تستعمل العبارات التي تدل عن الماضي. مثلا سأعطيك عبارات حتى تفهم أكثر. مثلا لدينا last okay last night. لاحظ من خلال إن شاء الله من خلال هذا الدرس ستفهم بشكل جيد last night يعني الليلة الماضية. لاحظ الماضية. سأعطيك مجموعة من العبارات التي تدل عن الماضي، ومن خلالها يعني ستستطيع أن تتحدث عن الماضي بطريقة بسيطة جدا. مثلا yesterday التي تعني البارحة. مثلا last okay. سأعطيك مجموعة من العبارات last week يعني الأسبوع الماضي. الأسبوع تحدي الماضي، تحدي إن شاء الله 3 أشهر أو 4 أشهر نستطيع على الأقل أن تتحدث نوعا ما. ستكون الأمور يعني سأشرح كل الدروس سأشرحها بطريقة بسيطة جدا. ماذا لدينا؟ last week يعني الأسبوع الماضي. مثلا لدينا مثلا last month يعني الشهر الماضي. توجد مجموعة من العبارات، لكن سأعطيك بعض العبارات التي هي نستعملها بشكل يومي. مثلا last year we have last year يعني العام الماضي. الحمد لله الذين تابعوني في حسابي على تيك توك وجه لكم التحية. التحق بحسابي على تيك توك ستجد يعني أشرح دروس بطريقة بسيطة جدا. يعني إذا أردت أن تتحدث عن الماضي يجب لاحظ هنا
ستستعمل هذه الأفعال في الماضي وهذه العبارات. مثلا سأعطيك مثال حتى نفهم. مثلا لدينا يعمل work in the past worked. إذا نستعمل هذا الفعل ولكن يجب أن نستعمل الوقت يعني محدد يعني في الماضي. سأعطيك جملة حتى تفهم أكثر. مثلا إذا أردت أن تقول اشتغلت البارحة، لدينا البارحة yesterday. Then we have the verb work and the past worked. For example, you can say ماذا سأقول؟ I التي تعني أنا سيتبعها فعل، لكن لا يمكن أن نقول I work yesterday. يعني سهل جدا. ماذا سأقول؟ سأأخذ هذا الفعل أضعه هنا I worked التي تعني اشتغلت في الماضي. لا يمكن أن نقول I worked ويعني دون أن أقول متى. يمكن أن نقول I worked yesterday. Right. وسأشرح يعني طريقة السؤال ستكون بسيطة جدا. I worked yesterday التي تعني اشتغلت البارحة. جيد. I worked yesterday. اشتغلت البارحة. سأعطيك مثال آخر حتى نفهم. يعني لاحظ اشتغلت البارحة. سأخذ فعل play. الكل الآن يعني سيستعمل يعني هذا الفعل. الآن طريقة بسيطة جدا. ماذا سنفعل؟ سنأخذ فعل played. لا يمكن أن نقول I play. ماذا سأقول؟ I يعني أنا I played لعبت. I played. I played for example football. I played football. وسأضيف وقت محدد. مثلا لعبت أنا الكرة يعني الأسبوع الماضي. يمكن أن نقول I played football last week. يعني ماذا أقصد هنا؟ لعبت لاحظ لعبت الكرة يعني في الأسبوع الماضي. يعني إذا أردت أن تتحدث عن الماضي يجب عليك أن تعرف يعني هذه الأفعال في الماضي وبعض العبارات في الماضي. مثلا last night الأسبوع الليلة الماضية. مثلا yesterday البارحة. مثلا last week الأسبوع الماضي. last month الشهر الماضي. for example last year العام الماضي. وتوجد مجموعة من العبارات، لكن سأضع لكم فقط هذه العبارات مهمة والأفعال يجب أن تكون في الماضي. كما لاحظنا هنا I played football last week. يعني ماذا لدينا؟ last week then we have the verb play. يعني لدينا play وأحد هذه العبارات. سأعطيك جملة أخرى حتى تفهم. وسنضع أيضا يعني كيفية السؤال، كيف ستسأل عن في الماضي. ستكون بسيطة جدا. لاحظ سنأخذ مثلا فعل okay go يعني في الماضي. ماذا؟ went يعني سأحتاج الفعل في الماضي وهذه العبارات. مثلا سأقول مثلا لك مثلا أنا I يعني أنا I went. لا يمكن أن نقول في الماضي I go. سأقول I went يعني الأفعال. سأعطيكم سأضع درس فقط في الأفعال يعني في الماضي وكيفية نطقها. سوف أعطي يعني درس وسيكون بسيط جدا. لاحظ ما سأقول. إذا أردت أن تقول ذهبت يعني في الماضي، وقع الحدث في الماضي، ماذا سأقول؟ لا يمكن أن أقول I go، يعني يجب أن أقول I went. ذهبت سأقول I went to إلى. for example I went to Marrakesh. أنا ذهبت إلى مدينة مراكش. or I went to Morocco. ذهبت إلى المغرب. I went ذهبت to Marrakesh. يمكن تقول مثلا for example yesterday يعني البارحة. yesterday right. يعني ماذا سأقول هنا؟ يعني ترجمتها هي ذهبت إلى مدينة مراكش. مدينة أو إلى مراكش. مراكش سيتي. ذهبت إلى مدينة مراكش البارحة. right. يعني ماذا يجب عليك أن تفعل؟ يجب أن تعرف الأفعال. عندما تتحدث عن الماضي لابد لك أو لك الذي يشاهدني الآن لابد لك أن تعرف الأفعال في الماضي. وسأضع لكم درس خاص يعني بالأفعال في الماضي. مثلا هنا verb go in the past went. You can say I went to Marrakesh yesterday. Or you can say I went to Marrakesh last week. الأسبوع الماضي. I went to Marrakesh last month. I went to Marrakesh last year. So we see. سوف نرى هنا مجموعة من الأفعال أيضا. مثلا the verb cook. مثلا طبخت. يعني طبخت أنا. The verb cook in the past cooked. وسنحتاج مثلا زمن معين الذي يدل عن الماضي. مثلا سأقول I cooked. يعني أنا طبخت يعني في الماضي. I cooked pizza
مثلاً last night. يعني لاحظ هنا أرجوك. يعني ماذا لدينا؟ لدينا last night. Then we have the verb in the past. الفعل في الماضي. I cooked pizza last night. يعني طبخت البيتزا البارح. يعني سهل جدا. يعني يجب عليك فقط أن تعرف الأفعال في الماضي وهذه العبارات كي تدل. مثلا يمكن أقول I went to Casablanca last year. ذهبت إلى كازابلانكا العام الماضي. For example, I ate. أكلت. I ate pizza last night. أكلت. عوضا نستعمل cook يمكن تستعمل فعل ate. يعني أكلت. I ate pizza yesterday or last week. It's easy. لاحظ هنا سأمسح حتى يكون. كيف سنسأل في الماضي إذا أردت لك أن أقول لك هل؟ ماذا سأقول؟ لاحظ السؤال سهل جدا. إذا أردت أن أقول لك هل أكلت؟ ماذا سأقول لك؟ هل اشتغلت البارحة؟ ماذا سأقول؟ دائما في الماضي نستعمل did you. ماذا نقصد did you باللغة العربية؟ نقصد بها هل. يعني إذا بدأ السؤال بديد يعني السؤال في الماضي. سهلة جدا. ماذا سأقول؟ did you. ولكن أرجوك اسمع جيدا. لاحظ هناك من يقع في المشكلة، لكن الحمد لله سنحل هذا المشكلة إن شاء الله. Did you work yesterday؟ لاحظ الفعل في السؤال. أرجوك الفعل في السؤال في الماضي لا يتحول إلى work. لماذا؟ لأن تحول، يعني لدينا did وهي do in the present in the past did. لاحظ السؤال في الماضي. أوكي حتى تفهم أكثر. Did يتبعها you ويتبعها الفعل. لا يمكن هذا الفعل أن يكون في الماضي. السؤال في الماضي بماذا عرفناه؟ ب yesterday. لاحظ yesterday. لكن إذا قلت اسمع إذا قلت did you work، يعني الكل يقع في هذا المشكل. Did you work yesterday؟ It's not correct. ليست صحيحة. لماذا؟ لأن وضعت الفعل في الماضي والسؤال في الماضي لا يتغير الفعل. نقول did you play، did you work، did you go. لا يمكن أن نقول did you worked yesterday، أو نقول did you played yesterday، أو ممكن نقول did you cooked yesterday. It's not correct. ليست صحيحة. إذن ماذا يجب علي أن أفعل؟ لا يمكن أن أضع الفعل في الماضي. سأقول فقط did you work yesterday. يمكن أقول هل لعبت. سأقول لك أيضا، يعني هذا السؤال، يعني لاحظ سأكتبه بالعربية، هل اشتغلت، هل اشتغلت البارح؟ رغم أن الفعل لم يتحول إلى الماضي، لكن auxiliary verb يعني فعل مساعد تحول إلى الماضي. هل اشتغلت؟ سأعطيك سؤال آخر. مثلا سأقول لك هل لعبت. لا يمكن نقول did you played. No. يعني في السؤال لا يتغير الفعل. سأقول did you play، هل لعبت، رغم أن الفعل لم يتحول، لكن auxiliary verb تغير لأنه في الحاضر كنا نستعمل do you. الذين تابعونا من الأول، إذا كنت أول مرة تتابعنا إن شاء الله سنشرح هذا يعني في الدروس المقبلة. Did you play for example، did you play football، هل لعبت الكرة. Did you play football. ممكن نقول yesterday، البارحة. Yesterday يعني تعني هل لعبت الكرة البارح. لاحظ هنا يعني قلت دائما، أرجوك لاحظ دائما عندما نقول did you الفعل يبقى يعني في الحاضر، أو you can say infinitive يعني يبقى في الحاضر، لا يمكن تغييره، يعني يبقى كما هو. نقول did you work yesterday، ممكن نقول did you play football yesterday. يعني الفعل هنا لاحظ لا يتغير الفعل. لاحظ هنا سوف نرى كيف سنجيب يعني على هذا السؤال. الآن سنرى طريقة الجواب ستكون، يعني هذه القاعدة تطبق على جميع الأفعال. مثلا سأعطيك سؤال الجواب لهذا السؤال. الجواب سيكون ب yes أو no. إذا قلت yes يمكن أن تقول yes I did، يعني اختصار فعلت، تعني فعلت. yes I did فعلت. أو يمكن أيضا أن تقول yes، هنا يسمى short form، يعني الجواب يعني المختصر. يعني إذا بدأ السؤال ب did مثلا did you work، yes I did فعلت. أو يمكن أن تجيب ب yes I worked yesterday.
يعني اشتغلت البارحة. Yes, I worked yesterday. هذا يسمى full form. يعني الجواب يكون طويل قليلا ما. لكن إذا قلت Yes, I did صحيحة. وإذا قلت Yes, I worked yesterday. لاحظ الجواب. يعني هنا في الجواب ب Yes يتغير الفعل. لاحظ يعني لاحظ هنا Did you work؟ لم يتغير في السؤال. لكن عندما قلت Yes تغير. يعني تغير الفعل. يعني أصبح worked. ولكن إذا قلت No, ستقول No, I didn't. لم أفعل. يمكن أن تجيب فقط بهذا السؤال بهذا الجواب ويسمى اختصار Yes, I did. أو يمكن أن تقول Not yes, I'm sorry. يعني يمكن أن تقول No, I didn't. لم أفعل. أو يمكن أن تقول No, I didn't work. يعني لم أشتغل yesterday. لاحظ أيضا عندما نجيب لاحظ سأعطيك قاعدتين يعني مهمتين يجب أن تعرفها هنا. مثلا عندما يكون لدينا لاحظ عندما نجيب في السؤال لاحظ في السؤال لا يتغير الفعل ولا يتغير في النفي عندما تنفي. يعني لا يمكن أن نقول I didn't work يعني نضيف ED. يجب أن نقول I didn't work. أو ممكن أن نقول Did you work. يعني لاحظ في السؤال يعني وفي النيجاتيف لا يتغير الفعل يبقى لا يمكن أن نضعه في الماضي. مثلا هنا يمكن أن يتغير الفعل في الماضي من Yes I worked يعني تحول إلى الماضي. يعني يمكن أن نطبق هذه القاعدة مع جميع الأفعال. سنرى سؤال آخر يعني ب play. مثلا سأقول لك هل لعبت. يجب أن أقول لك Did you play. لا يمكن هنا أن يتحول الفعل إلى الماضي يبقى كما هو. Did you play football yesterday؟ يعني لا يوجد مكان لكتابتها لكن يعني الآن القاعدة يعني واضحة. Did you play football yesterday؟ هل لعبت الكرة البارحة؟ ماذا سأقول؟ Yes. كما قلت يمكن أن نقول Yes I did. فعلت. أو يمكن أن نقول Yes I played. ونتمم I played. لاحظ تحول الفعل إلى الماضي. I played football yesterday. أو ممكن نقول No, I didn't. يعني لم أفعل. I didn't. أو يمكن أن نقول No, I didn't play. لاحظ لم يتغير الفعل يعني في النيجاتيف ولا يتغير في السؤال. يعني قاعدة بسيطة نستعملها مع جميع الأسئلة. ولكن يعني سأضع لكم مجموعة من الأفعال درس خاص بالأفعال يعني في الماضي وستكون الطريقة بسيطة سنستعملها هكذا. أتمنى أن يكون الدرس بسيط جدا. لا تنسى أن تضغط على سبسكرايب لتتوصل بكل ما هو جديد. السلام عليكم. Goodbye.